الاحسان انواع كثير، واحد من انواع الاحسان اتقان العمل. مش لازم احنا نشوف حدا يشوفنا، والله احنا اوف اوف احنا عم يشوفنا ناس هلا، لازم اساوي شيء كويس قدامهم، لازم اروح مثلا اصلي عشان قدام الناس، لازم انا اكون كويس عشان قدام الناس. يعني صعب نرضي كل الناس، اكيد بدنا نحاول نرضيهم، بس اهم شيء نرضي ربنا. انما الاعمال بالنيات لكل امرئ ما نوى. وانا شفت زباله احاول اكبها، اللهم استعان، مع جلاس. كمان احنا مرات نحكي كثير، بس انا بقول احنا اكثر واحد عندنا اغلاط، انا شخصيا انا عندي اكثر واحد اغلاط، عم احاول احسن من نفسي واجتنب التكاهل والتكاسل. كمان التكاهل والتكاسل غلط، بالعكس لازم احنا ننفع البشريه كامله. واذا اتقان العمل هو يعني افضل انواع الاحسان، مش افضل انواع الاحسان، من افضل انواع الاحسان. واحسن احسان لاي حدا احنا لما ندعي للغير بالغير، بالغيب بالغير بالخير عن ظهر الغيب. يعني احنا ندعي له حتى لو هو يؤذينا، احنا نضل ندعي له ندعي له ندعي له. هذا احسن احسان لنا، مش انه احنا نعطيه فلوس ونحاول نغرقه وسنه وسنتين وثلاثه واربعه، واذا ما اعطيناه فلوس يزعل منا. نعطيه وقت ونعطيه كله حلو اكيد، بس احسن احسان لما احنا ندعي له، لانه احنا عارفين انه اعبد ربك حتى اتيك اليقين. كل شيء بيد ربنا، احنا في هالدنيا هاي ولا شيء، فاحنا نحسن لجميع عوالم الوجود. ادنى مراتب الوجود قلنا هو الارض، الوطن، السيارات، النجوم، الكواكب، الذهب، الالماس. في ناس بفضلوا الوطن، استغفر الله، على عالم اعلى من عالم اللي هو الجماد، فضلوا على عالم النبات او عالم الحيوان او عالم الانسان اللي ربنا شرفنا، احنا اشرف المخلوقات. في ناس بفضلوا الوطن على الله المستعان، الله وانا مش كويس، انا كمان عم احاول اضبط من نفسي. وفي ناس بفضلوا عالم الحيوان على عالم الانسان، في ناس بفضلوا عالم الحيوان على عالم ربنا، استغفر الله. ما حدا كامل 100%، بس نحاول نضبط من نفسنا. قلنا الحب لو فيه موجود، الحب بيعمل كل شيء، من حبنا لله بنحب كل الناس. فشو بدك احسن من الله يحبنا؟ الله يحب المحسنين الصابرين، نحسن ونصبر على جميع الظروف، جميع الظروف، حتى لو ناس اذونا، حتى لو من الاهل، حتى لو من الجيران، حتى نحسن، عشان ربنا بيحبنا هناك. وفي جنه لا عين رات واذن سمعت وخطر بال احد. يا الهي، هذا عبدك وابن عبدك الذي امن بك وباياتك وتوجه اليك منقطعا عن سواك، انك انت ارحم الراحمين. اسالك يا غفار الذنوب وستار العيوب بان تعمل به ما ينبغي لسماء جودك وبحر افضالك، وتدخله في جوار رحمتك الكبرى، وتسبق الارض والسماء. لا اله الا انت الغفور الكريم. يا الهي، اسمك شفائي وذكرك دوائي وقربك رجائي وحبك مؤنسي ورحمتك طبيبي ومعيني في الدنيا والاخره، وانك انت المعطي العليم الحكيم. الله يحفظكم جميعا.